الله الرحمن الرحيم. المرة الماضية بدينا يعني نعرف في علم الجيومتريكال اوبتكس او البصريات الهندسية، وحكينا ان هي رحلة الضوء ابتداء من او انطلاقا من الاوبجكت باتجاه الاوبتيكال سيستم وانتهاءا ب يعني تكوين الايمج او الصورة. كل علم بيلزمه يعني اشياء متفق عليها او متعارف عليها او تتخذ كنقاط مرجعية. اليوم حنحكي عن اول نقطة مرجعية بتخص هذا العلم، وحنشوف هذه النقطة المرجعية ايش بتفيدنا في علم الجيومتريكال اوبتكس. حنحكي عن حاجة اسمها الاوبتيكال اكسس. الاوبتيكال اكسس طبعا الاوبتيكال اكسس بنقول انه most optical systems are rotationally symmetric about their long axis. يعني لو عندي اوبتيكال سيستم معين، تمام، له محور، وحبيت انا الف شويه بارشل روتيشن نعمل فيه، بنلاقي انه شكله ما تغيرش، تمام، شكله ما تغيرش، يعني بيضل عنده يعني بيحتفظ بنفس الشيب بتاعه. غالبيه الاوبتيكال سيستمز لها لونج اكسس اباوت ويتش يعني البارشل روتيشن بغيرش اشي في الموضوع. هذا اللونج اكسس اصبح يعرف بالاوبتيكال اكسس. من الان فصاعدا اذا بدنا نرسم اي اوبتيكال سيستم حنرسم معاه الاوبتيكال اكسس، لانه هذا الاوبتيكال اكسس يعتبر اساسي جدا في علم الجيومتريكال اوبتكس، وحنستفيد منه في شغلات كتيرة يعني بتفيدنا، وحنعرفها ان شاء الله في يعني خلال المحاضرة هاي. طبعا عين الانسان تعتبر اوبتيكال سيستم، متفق عليه ولا في حد بيعترض على هيك؟ ليش اوبتيكال سيستم؟ لانها تستطيع تكون صورة. يعني انا الانسان لما بيشوف بعينه بيكون انطبعت صورة، ورقة التلقي مش ورقة الايفور، هي الشبكية بتاعت عينه. طالما شاف الاشي، شايف القلم، شايف الانسان، شايف السيارة، اذا العين اوبتيكال سيستم بدون جدال. العين لو عملنا فيها بارشل روتيشن بيكون في عندي اختلاف، يعني مش 100% بتكون روتيشنالي سيمتريك حوالين الاكسس اللي احنا بنحكي عنه، ولكن تعتبر تقريبا سيمتريك، فيعتبر في الها ايش؟ اوبتيكال اكسس. اوبتيكال اكسس ينظر اليها رغم انها مش 100% روتيشنالي سيمتريك، تمام. فاذا الاوبتيكال اكسس هذا ضروري انه يتم ادراجه يعني في رسمات المسائل الخاصه بالجيومتريكال اوبتكس. طب ايش فائده الاوبتيكال اكسس هذا؟ حنحكي عنه في المحاضره هاي وفي محاضرات اخرى. بالنسبه للثلاث اشياء الرئيسيه، في عندي اوبجكت الخاصه بالرحله واوبتيكال سيستم وعندي ايمج. اليوم بدنا نحكي عن الاوبجكت كاركترستكس، صفات الاوبجكت، تمام، وبدنا نحكي عن الايمج كاركترستكس، صفات الايمج. الاوبجكت بنركز على حاجتين، اللوكيشن واللومينيسيتي. الإضائية بتاعت الأوبجكت. اللوكيشن بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للأوبتيكال سيستم. يعني لما بنقول إنسان يقف أمام كاميرا عشان تلتقط له صورة، هذا الأوبجكت وهاي المسافة إحدى الصفات بتاعته. يعني ممكن يقف على بعد 10 سنتي، على بعد 2 متر، على بعد 100 متر، أو أي مسافة. هذا يعني بيختلف الصورة الناتجة، بتختلف باختلاف موقع الأوبجكت، باختلاف موقع الأوبجكت. إذن أول حاجة بدي أنا أوصف فيها الأوبجكت اللي بدت من عنده الرحلة موقعه، موقعه، تمام، أحدد موقعه. تنسوش إنه إحنا بندرس جيومتريك أوبتكس، يعني بصريات فراغية. موقعه في الفراغ بالنسبة للأوبتيكال سيستم هذا أحد الصفات اللي بتميز فيها الأوبجكت. الصفة الثانية اللومينوسيتي، هل هو لومينوس أوبجكت
يعني مضيء بذاته. وضربنا أمثلة المرة اللي فاتت زي الشمس، زي مصباح الكهرباء، زي لهب الشمعة إلى آخره، أو illuminated. بمعنى آخر إذا كان مش مضيء عشان أقدر أشوفه لازم يكون مضاء. وهل بس فقط مضاء بتكفي؟ لازم يكون أيضا عاكس، لازم يكون عاكس illuminated and reflective. وحكينا إذا كان مش مضاء مش حينشاف. إذا هو مش مضيء بذاته، مش مضاء يعني إنسان يجلس في غرفة معتمة جدا، تمام؟ فيش إضاءة تسقط على جسمه، ممكن إحنا ندخل الغرفة هاي وما نلاحظوش، تمام؟ فبالتالي لازم يكون illuminated إذا مش هو luminous. طيب بعض الأشياء مضاءة بس أحيانا بيخيلنا إنها مش موجودة، ليش؟ لأنها مش عاكسة، أو كمية الأشعة اللي بتعكسها قليلة جدا. وقلنا مثل على ذلك المرة اللي فاتت اللي هي واجهات المحلات اللي هي الزجاجية، لما تكون نظيفة جدا وما بتعكسش كمية كافية من الإشعاع ممكن تخيلنا إنه لوح الزجاج هذا مش موجود يعني أحيانا، تمام؟ فبالتالي هذه صفات الأوبجكت، إذن اللوكيشن واللومينوسيتي. نيجي لصفات الإيمج اللي حيكون ليها الأوبجكت مع الأوبتيكال سيستم. الإيمج تميز أو ندرس فيها أربع صفات: الماجنيفيكيشن، واللوكيشن، والكواليتي، والبرايتنس. إيش يعني ماجنيفيكيشن؟ التكبير. واللوكيشن موقع الإيمج، يعني وين تكونت في الفراغ الإيمج. أنا حطيت ورقة تلقي، وين تلقيت الإيمج؟ عبعد سنتي، عبعد متر، عبعد نص متر، 75 سنتي، يعني وين أنا استطعت أني أتلقى الإيمج. الكواليتي الجودة، إيش المقصود بالجودة هنا؟ مش الضوء، ما هو إيش المقصود بالوضوح؟ كلام صحيح، بس إيش المقصود؟ قديش الإيمج بتشبه الأوبجكت، قديش التفاصيل واضحة اللي موجودة في الأوبجكت ونقلت إلى الإيمج. يعني لو ما نقولنا جهاز تصوير، تمام، وعندي أوبجكت وتكونت إيمج، هذه الإيمج بتشبه 80% الأوبجكت. جهاز تصوير تاني نفس الأوبجكت صورناه أصبحت تشبه 95%. مين الكواليتي تاعتها أعلى؟ الثانية، المثال الثاني. إذن كل ما كانت الإيمج أشبه بالأوبجكت كل ما كان الكواليتي أعلى، وكل ما كانت أقل شبها بالأوبجكت معناته الكواليتي أقل. مثال من حياتنا العادية، لما بدأت تظهر اللي هو الهواتف الخلوية وتضاف إليها الكاميرات، كانت الكاميرا جودة الصورة اللي بتنقلها أقل بكتير من الآن الكاميرات المرفقة مع الجوالات واللي بتعطي يعني هاي كواليتي إيمج. السؤال اللي بطرح نفسه، هل يوجد أوبتيكال سيستم يستطيع إنتاج إيمج صورة تشبه 100% الأوبجكت؟ إيش رأيكم؟ هل في اوبتيكال سيستم، جهاز تصوير، بيستطيع انتاج ايمج تشبه 100% الاوبجكت؟ عارفين ايش يعني تشبه 100% الاوبجكت؟ يعني اذا التنين نحطوا جنب بعض مش لازم نفرق بين مين الايمج ومين الاوبجكت. حقيقة لا، لسه تمام، لسه لا يوجد جهاز يستطيع انه ينقل تفاصيل الأوبجكت 100%. وكلمة 100% يعني مش 99.99 بنسبة 100%. إذن الكواليتي بتحكي عن جودة الصورة، والمقصود فيها يعني قديش الصورة بتشبه الجسم اللي هي صورته، البرايتنس اللي هي كمية الإضاءة اللي نقلت يعني في الصورة، يعني مقارنة مع إضاءة الأوبجكت.
بالنسبة للكواليتي والبرايتنس لهم علاقة ما بالفيزيكال أوبتكس، لهم علاقة ما بالفيزيكال أوبتكس، ولهم علاقة ما بأشياء حنحكي عنها يعني في المحاضرات القادمة. بدنا الآن نحكي عن الماجنيفيكيشن، بدنا نحكي عن الماجنيفيكيشن. الماجنيفيكيشن ترجمته لغة التكبير، بس في علم الجيومتريكال أوبتكس يحتمل التكبير ويحتمل التصغير، يحتمل المعنيين التكبير أو التصغير، تمام؟ في أنواع ثلاثة من الماجنيفيكيشن هندرسهم. أول حاجة الترانسفيرز ماجنيفيكيشن، ثاني حاجة الانجولار ماجنيفيكيشن، ثالث حاجة الاكسيال ماجنيفيكيشن. فنيجي احنا نحكي اليوم عن الترانسفيرز ماجنيفيكيشن، يا ترى ايش هو وايش علاقة الاوبتيكال اكسس في الموضوع هذا، ايش علاقة الاوبتيكال اكسس في الموضوع هذا. الترانسفيرز ماجنيفيكيشن هو نسبة ارتفاع الصورة مقارنة مع ارتفاع الاوبجكت. اذا it is the ratio، اللي هو الترانسفيرز ماجنيفيكيشن، it is the ratio of image height to the object height. وبنجيبها بمعادلة بسيطة، ترانسفيرز ماجنيفيكيشن تساوي الايمج هيت على الاوبجكت هيت. الان بيجي دور الاوبتيكال اكسس عشان منه حيتم القياس. اول فائدة للاوبتيكال اكسس منه حيقاس الارتفاع تاع الاوبجكت وتاع الايمج. يعني انا لما برسم اوبتيكال سيستم وبقول هاي الاوبجكت، حقيس ارتفاعه انطلاقا من وين؟ من الاوبتيكال اكسس، حيرسم بدايته عند الاوبتيكال اكسس، تمام، ونهايته اللي هي طرف السهم. يعني لما بنقول ارتفاع الاوبجكت مثلا 10 سنتي، يعني هو قيمته اعلى من الاوبتيكال اكسس ب 10 سنتي. ارتفاع الايمج سواء الايمج عدله او مقلوبه، تمام، ايضا يقاس من وين؟ من الاوبتيكال اكسس، مثلا 5 سنتي مثلا، تمام. لما بنقول قديش الترانسفيرز ماجنيفيكيشن في المثل اللي انا رسمته، بنيجي بنطبق المعادله مباشره، تمام. لا مش 10 على 5، ايمج هيت، هاي الايمج هيت، هاي 5 سنتي على 10 سنتي، تمام، ويساوي نص. طيب ممتاز. طبعا يرمز للماجنيفيكيشن بالرمز الملتيبليكيشن ساين، تمام، يعني كأنه الجسم تكبرت الصورة نص مرة، يعني كأنها صغرت للنص، تمام، كأنها صغرت للنص. هذا كلام ممتاز، ولكن في نقطة حبوا يضيفوها العلماء برضو بمساعدة الأوبتيكال أكسس. هذا الماجنيفيكيشن ما بيأشر ليش هل الصورة عدلة ولا مقلوبة. فقالوا عشان نعرف الصورة عدلة ولا مقلوبة بدنا يكون شيء متعارف عنا، عرف انه كل جسم او صورة فوق الاوبتيكال اكسس بياخد اشارة بلس، كل صورة او جسم تحت الاوبتيكال اكسس بياخد اشارة ماينس. اذا احنا هذه المعادلة بدنا نعاود نعدلها. ليش؟ لانه هنا في الرسمة الاوبجكت فوق الاوبتيكال اكسس اذا طوله بلس 10 سنتي، والايمج ماينس، ليش؟ لانها بتمتد او يعني جاية تحت الاوبتيكال اكسس، اذا ماينس 5 سنتي، فبيكون عندي ضرب ماينس نص. لما بقول ضرب ماينس نص
معناته هو صغر للنص الصورة مقارنة مع الأوبجكت، والماينس هذه تعني أن الصورة مقلوبة، الصورة مقلوبة. بدون حل مسائل لو قلنا ضرب بلس 2 معناته الإيمج عدلة مش مقلوبة، كيف عرفنا؟ من إشارة البلس، ومرتين ضعف الأوبجكت، يعني هي أعلى منه مرتين، ارتفاعها يساوي ارتفاع الأوبجكت مرتين. نضرب مثال على ذلك ونجيب اللي هو الترانسفيرز ماجنيفيكيشن. بنقول اوبتيكال سيستم واقف قدامه اوبجكت ارتفاعه 1 متر، الصورة ارتفاعها مثلا 4 متر. كيف الترانسفيرز ماجنيفيكيشن بده يحسب؟ بنقول الصورة فوق الاوبتيكال اكسس اذا بلس 4 متر على بلس 1 متر ويساوي ضرب بلس 4. ايش يعني ضرب بلس 4؟ يعني الصورة عدلة. اول شيء بنعلق على الاشارة، الصورة عدلة يعني مش مقلوبة، يعني فوق الاوبتيكال اكسس، واربع اضعاف الاوبتيكال اكسس، تمام، واربع اضعاف الاوبتيكال اكسس. مثال آخر عشان ننتقل للنقطة اللي بعدها. الجسم طوله 10 سنتي، الصورة طولها 15 سنتي. الترانسفيرز ماجنيفيكيشن يساوي إيمج هيت ماينس 15 سنتي على بلس 10 سنتي ويساوي ماينس ضرب. طبعا ضرب يعني كلمة ماجنيفيكيشن بدنا نبدلها بكلمة ضرب، يعني الجسم تم تكبيره ماينس مرة ونص، ماينس يعني مقلوبة، ومرة ونص يعني الإيمج ارتفاعها أكثر مرة ونص من ارتفاع الأوبجكت. ارتفاع الأوبجكت وارتفاع الإيمج يقاس بمساعدة إيش؟ الأوبتيكال أكسس، يعني أنا ببدأ منه القياس، في نقطة ضروري جدا إحنا في الترانسفيرز ماجنيفيكيشن ناخد بالنا منها. لو الأوبجكت، مايل أو الإيمج مايلة، يعني إحنا بنقيس ارتفاعه كيف؟ يعني نفرض إنه الأوبجكت اللي عندي مثلا نخلة، أوبجكت ولا مش أوبجكت؟ ممكن يتكون لها صورة؟ ممكن يتكون لها صورة، تمام؟ بدنا نفرض جدلا إنه تكونت صورة مايلة على سبيل المثال، مش مشكلة مايلة وين؟ كيف يقاس الارتفاع؟ الارتفاع يقاس بإسقاط عمود، هذا هو الارتفاع مش هذا هو الارتفاع، يعني يقاس الارتفاع بإسقاط عمود على وين؟ على الأوبتيكال أكسس. إذن الأوبتيكال أكسس هو مرجعيتي في معرفة ارتفاع الأوبجكت، وهو مرجعيتي في معرفة ارتفاع الإيمج، تمام؟ هو مرجعيتي في معرفة الصورة هل هي مقلوبة ولا لا؟ كل ما هو أسفل منه يعتبر ماينس، وهو كل ما هو فوق منه يعتبر بلس. لو كان الأوبجكت واقف بشكل عمودي بقيس طول الأوبجكت، لو الأوبجكت واقف بشكل مائل بدي أسقط عمود ويعتبر هذا العمود، تمام، هذا العمود هو الإيش؟ الارتفاع بتاع الأوبجكت. وهذا ينطبق أيضا على الإيمج، واضح النقطة هاي يا بنات؟ طيب إحنا نيجي الآن للنقطة اللي بعدها. الأجسام في حياتنا غالبيتها العظمى ثلاثية الأبعاد، وممكن تكون زي ورقة الدفتر إيش؟ ثنائية الأبعاد. هل ترانسفيرز ماجنيفيكيشن، السؤال، بينطبق على بعد واحد ولا على بعدين ولا على 3 أبعاد؟ إيش رأيكم؟ يعني العدسة أو الأوبتيكال سيستم هتيجي للطول تقول له أنا بعمل لك تكبير، والعرض تقول له والله أنا يعني مش شغلي هذا. إذا بينطبق على كل الدايمنشنز تاع الأوبجكت. إذا الأوبجكت ثلاثي الأبعاد بيتم تصويره، تمام، هذا بينطبق على كل الأبعاد. وبالتالي لما بنقول إحنا أوبجكت بشكل مستطيل، أوبجكت مع ورق الدفتر كذا إشي، طولها الطول 10 سنتي والعرض 6 سنتي، تمام، في المسألة، تمام، بنقول تم تصويرها، تم تصوير هذا الأوبجكت بتكبير ماجنيفيكيشن، ترانسفيرز ماجنيفيكيشن ضرب بلس 2.
معناته الطول الضعف مرتين والعرض الضعف مرتين. السؤال ما هو التغير أو ما هو مساحة الصورة مقارنة مع مساحة الجسم؟ أول إشي بدي أقول ضرب اثنين، الطول إيش صار؟ العشرة صار 20 سنتي، هاي الصورة، والستة في اثنين 12 سنتي، تمام؟ قديش مساحة الأوبجكت؟ طول في العرض، يعني إيش؟ 60 سنتيمتر مربع، بينما 240 سنتيمتر مربع. لما بدنا نقارن مساحة الإيمج مع مساحة الأوبجكت قديش التضاعف؟ أربع مرات، 240 على 60، يعني أربع مرات. كل ضلع في الأوبجكت الضعف مرتين، بس المساحة ضعفت أربع مرات. فبالتالي بدنا ننتبه جدا لقضية إنه الترانسفيرز ماجنيفيكيشن بينطبق على كل أبعاد الجسم، على كل أبعاد الجسم. ومعروف الأجسام اللي في حياتنا غالبيتها العظمى بتكون إيش؟ ثلاثية الأبعاد. لما بنقول مثال مكعب تم تصويره بترانسفيرز ماجنيفيكيشن مقداره، طبعا المكعب ضلعه 10 سنتي، تمام؟ بترانسفيرز ماجنيفيكيشن مقداره ضرب 3، ما هو التغير في الحجم بين الصورة وبين الأوبجكت؟ المكعب حجمه قد إيش يساوي؟ 10 أس 3، يعني قديش؟ 1000 سنتيمتر مكعب، تمام؟ الصورة 30 في 30 في 30. ليش قلت 30 في 30 في 30؟ لأنه كل ضلع من أضلاع المكعب طوله وعرضه وارتفاعه إيش صار فيه؟ الضعف 3 مرات. إذن بيكون عندي 27,000 سنتيمتر مكعب، تمام؟ قديش التضاعف في الحجم؟ 27,000 على 1000، 27 مرة. القصد من الترانسفيرز ماجنيفيكيشن إنه ينطبق على كل اللي هي مقاييس، على كل مقاييس الأوبجكت، يعني ما بيكون على دايمنشن واحد دون المقاسات الثانية، على الطول وعلى العرض وعلى الارتفاع إن وجد، تمام؟ على الارتفاع. أنا حابب نعطي بعض المسائل البسيطة في الترانسفيرز ماجنيفيكيشن. الترانسفيرز ماجنيفيكيشن ضرب ماينس 2، طول الإيمج هيت يساوي 5 سنتي. ما هو طول الأوبجكت؟ ما هو طول الأوبجكت؟ ما هو طول الجسم؟ تمام؟ أول حاجة حسب الرسمة بنقول الترانسفيرز ماجنيفيكيشن يساوي إيمج هيت على الأوبجكت هيت، هذه المعادلة. الآن الترانسفيرز ماجنيفيكيشن قديش مقداره؟ ماينس 2. الصورة قديش ارتفاعها؟ لا، الرقم صح، -5. بدناش ننسى الإشارة، بدناش ننسى الإشارة، -5 سنتي. وبيضل عندي أنا الأوبجكت هيت، المعادلة تصبح الأوبجكت هيت تساوي -5 سنتي على -2 ويساوي موجب 2.5 سنتي. ايش يعني موجب 2.5؟ ايش يعني كلمة موجب؟ يعني الأوبجكت فوق وهو 2.5 سنتي، يعني هو نص الإيمج، لأنه الإيمج ضعفه، لأنه الإيمج ضعفه، واضح؟ طيب
مثال آخر لتثبيت هذا، بس قبل المثال بنقول نحط هيك مربع في الملزمة أو في الدفتر، لا ننسى الإشارة. الإشارة المقصود فيها كل جسم أو صورة فوق الأوبتيكال أكسس بتاخد بلس ساين، تحت الأوبتيكال أكسس بتاخد إيش؟ ماينس ساين. ما ننساش الإشارة دائما، تمام؟ بنقول عنا أوبتيكال سيستم وعنا أوبجيكت طوله 25 سنتي، تم التكبير للإيمج ضرب 2 من 10. إيش يعني ضرب 2 من 10؟ بمعنى آخر الصورة عدلة وخمس 2 من 10 هي خمس الأوبجيكت. ما هو ارتفاع الصورة؟ ما هو ارتفاع الصورة؟ الإيمج هيت. برضو بنرجع للمعادلة، الترانسفيرز ماجنيفيكيشن يساوي إيمج هيت، هنكتبها بالاختصار، على أوبجيكت هيت. طيب عندي ترانسفيرز ماجنيفيكيشن قديش؟ 2 من 10 يساوي إيمج هيت على 25 سنتي، تمام؟ إذن الإيمج هيت تساوي 2 من 10 ضرب 25 سنتي ويساوي 5 سنتي. 5 سنتي واضح؟ كل ما حلينا مسائل أكثر، طبعا هذه المسائل هي مسائل تعتبر بدائية للغاية وبسيطة للغاية، الهدف منها التعويد على أنه أنا ممكن يكون عندي المجهول الإيمج هيت أجيبها، ممكن يكون الترانسفيرز ماجنيفيكيشن هو اللي مجهول أجيبه، أو ممكن التنتين معروفات بس الأوبجكت بدي أجيب ارتفاع، وهذا بشكل رياضي مباشر ما فيش مشكلة. أهم نقطة في الموضوع ما ننساش الإشارة، تمام؟ ممكن إنسان يقول طب لو نسيت الإشارة، ما هي من الرسمة مبينة. ماشي، الآن في عندي أوبتيكال سيستمز مكونة من عدة عدسات، تمام؟ ممكن يكون 10 عدسات، 6 عدسات، 8 عدسات، تمام؟ وممكن أنا بنسيان الإشارة، هاي الإشارة هنا بالنسبة لي بتعني إنه عدل أو مقلوب. الإشارة البلس معناته عدل، الإشارة الماينس بتعني إنه مقلوب. بدنا يعني نسبق، وهذا حنصله في المحاضرات التالية، بنقول صورة العدسة الأولى هي أوبجكت للعدسة الثانية، الصورة نفسها اللي بتكونها العدسة الأولى هي أوبجكت للعدسة الثانية، وصورة العدسة الثانية أوبجكت للعدسة الثالثة، وهكذا إن شاء الله 1000 عدسة. الآن لو أنا نسيت الإشارة وكانت عندي الصورة عدلة واعتبرتها مقلوبة، أو مقلوبة واعتبرتها عدلة، كل ما يتلو خطأ، انهارت المسألة كلها. فضروري جدا، وهذا بنحب نضل نذكر فيه، إنه ما ننساش الإشارة بالنسبة لموضوع ما فوق الأوبتيكال أكسس وما تحت الأوبتيكال أكسس. بالنسبة للأنجولار ماجنيفيكيشن حنحكي عنه كلمة بسيطة اليوم، وبعدين حنكمله المرة الجاية إن شاء الله تعالى. الأنجولار ماجنيفيكيشن إذا حبينا إحنا نقول بالنسبة لعين الإنسان، لو ضربنا مثل، قول إنسان كان واقف جنبنا، تمام، زميل أو أستاذ أو ما شابه، وطوله بالنسبة لنا مقدر مثلا نقول 1.70 متر، وبدأ يمشي مبتعد عنا، كل ما مشي أبعد بيكون طوله أصغر لغاية ما يتحول لإشي دقيق جدا، بعدين بعد مسافة معينة ممكن إيش يختفي. أيضا الطائرة اللي حجمها ضخم جدا، لما بتكون طائرة في السماء وبعيدة عنا مسافة كبيرة، تمام، بيكون يعني حجمها صغير مقارنة مع حجمها الحقيقي. أشعة الشمس ممكن أنا بقطعة نقدية صغيرة، تمام، أقربها من عيني أغطي أشعة الشمس، إذا غطت أشعة الشمس معناته هي يعني حجمها أكبر من حجم الشمس، لا هي حجمها مش أكبر من حجم الشمس، لأنه حجم الأرض أصلا مش أكبر من حجم الشمس. ولكن العلة في الأمثلة اللي ضربناها إنه ارتفاع الأنجولار ماجنيفيكيشن أو الارتفاع الزاوي هو قديش الجسم بيعمل زاوية مع العين، قديش الجسم بيعمل زاوية مع العين. لو تخيلنا في جسم هنا
تمام. وهذا الجسم نفسه نقلناه على بعد أبعد وهو قريب بيعمل زاوية مع العين أكبر من الزاوية اللي بيعملها وهو إيش بعيد. هذه الفكرة المبسطة بتمهد للموضوع الثاني واللي هو الأنجولر ماجنيفيكيشن. بس في الأنجولر ماجنيفيكيشن إحنا هذه في التجربة هنا أو في المثال هنا الجسم مضطر يبعد أو يقرب، يبعد عشان زاويته مع العين تقل أو يقرب عشان زاويته مع العين تكبر. المثل العكس إنه مش بعيد عنه، لما بيقترب الشخص بيبدأ طوله يكبر، بيبدأ طوله يكبر. الآن في الأنجولر ماجنيفيكيشن الجسم حيظل ثابت، إيش اللي حيتغير؟ ححط أوبتيكال سيستم بين الجسم وبين العين وأشوف هذا الأوبتيكال سيستم قديش كبر لي زاوية رؤية الجسم. زاوية رؤية الجسم احنا لما بنمسك عدسات بلس او ماجنيفاير، عدسات بلس عالية وبنطلع منها على الاجسام بنلاحظ انه الاجسام كبرت طيب او صار لها تكبير، او لما بنمسك الماجنيفاير الهاند هيلد ماجنيفاير بنحس انه الاجسام اللي تحته كبيرة. هل هي فعلا كبرت حقيقة؟ الجسم ما بتغير تمام. زاوية رؤية العين لهذا الجسم هي اللي كبرت، يعني اللي عمله الاوبتيكال سيستم انه كبر الزاوية اللي انا بشوف من خلال هذا الجسم، وهذا هو المقصود بالانجولر ماجنيفيكيشن. وحنعرف المرة القادمة ان شاء الله كيف طريقة حسابه. حد يسأل سؤال؟ يعطيكم العافية.